في تطور جديد بالمشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، أعلنت حملة الرئيس جو بايدن أن كبار مستشاري سيجتمعون غدا بقيادة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ لبحث مسألة ترشحه للرئاسة. يأتي هذا فيما بلغ عدد الديمقراطيين المطالبين بانسحاب بايدن من السباق 11 مشرعا في مجلسي النواب والشيوخ. فكيف يمكن تقييم موقف الحزب الديمقراطي من استمرار بايدن في الترشح للرئاسة الأمريكية بعد اجتماع أعضائه في مجلسي النواب والشيوخ؟ Go Biden all the way. I feel reassured about the campaign's plan. Do you have concerns about the president? Joe Biden is the nominee. راسخا بدا التأييد للمرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن قبيل اجتماع مشرعي حزبه في الكونغرس الثلاثاء لحسم موقفهم بشأن ترشحه في ظل الجدل العاصف حول أهليته الذهنية لعهدة رئاسية جديدة. وحصيلة اجتماعي الكتلتين الديمقراطيتين بمجلسي النواب والشيوخ لم تشذ عن هذا التأييد وإنما رسخت. As I've said before, I'm with Joe. بدعمها ترشيح بايدن للرئاسيات في نوفمبر برغم الأنباء عن مزاج متشائم خيم على هذه الاجتماعات. والتأييد العلني دفع البعض للتكهن بأن بايدن ربما يكون نجح بترويض الدعوات المطالبة بانسحابه حتى الآن على الأقل. لكن جوقة من الأصوات الضاغطة بعد اجتماعات الكونغرس سرعان ما نمت عن انقسامات مستمرة بين مشرعي الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب بشأن دعم بايدن. الاستراتيجية المتبعة من الحزب راهنا والتي تلزمنا بالصمت والطاعة غير مجدية. أنا قلق بشدة بشأن حظوظ بايدن بالفوز في نوفمبر، لأن فوز ترامب بالمقابل يمثل تهديدا وجوديا لبلدنا. والاتساع المضطرد لرقعة ما قد يوصف بالتمرد على الموقف الرسمي الديمقراطي عبر انضمام المزيد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمعسكر الداعين لانسحاب بايدن سيعزز على الأرجح الضغوط على كاهل الأخير، خاصة مع التحاق عدد من كبار مانحي الحزب وأحد أبرز ناشطيه وداعميه الممثل جورج كلوني بحلقة مؤيدي خروج بايدن من السباق. ضغوط تسمعها بوضوح قيادات الحزب وكبار استراتيجيه، وإليها تعزو نيويورك تايمز ما فسر على أنه تحول في موقف رئيسة مجلس النواب السابقة. القرار يعود للرئيس بشأن خوض السباق الرئاسي. نحن جميعا نعكف على تشجيعه على حسم قراره بهذا الشأن لأن الوقت آخذ بالنفاد. لكن الضغوط الديمقراطية المتصاعدة قد لا تؤتي أكلها في الوقت الراهن على الأقل. فظهور بايدن أمام الاتحاد الأمريكي للعمل وهي نقابة تمثل أكثر من 12 مليون أمريكي ربما يحمل رسائل للديمقراطيين الداعمين لتنحيه، إذ تحدد واشنطن بوست الدعم النقابي الرسمي الواسع والمستمر لبايدن سبباً للمعضلة التي يواجهها الديمقراطيون بشأن كيفية التعامل معه. وبينما يصعد بايدن من وتيرة حملته المضادة أملاً بإقناع المشككين داخل حزبه، ينبئ تراجع التأييد له في استطلاعات الرأي لا سيما في الولايات المتأرجحة بأن الضغوط على كاهله قد تكون مرشحة للتصاعد أكثر في قادم الأسابيع. وحول موقف أعضاء الحزب الديمقراطي من استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية، معنا من واشنطن عضو الحزب الديمقراطي كالفين دارك ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق جوال روبن. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد روبن، هل تعتقد أن بإمكان الديمقراطيين أو لدى الديمقراطيين خطة واضحة تقتضي إما الوقوف بشكل صلب ومتكاتف خلف مرشح مفترض عنهم أي الرئيس بايدن، أو أنهم ماضون في اتجاه آخر رغم ضيق الوقت؟ نحن في شهر يوليو ويفترض في الشهر القادم يجب أن يضم مؤتمرهم اسما خاض الحملة بالفعل. سعيد بوجودي معك. هذه لحظة سيريالية، الديمقراطيون وأنا عملت معهم لسنوات، نرى أن ملايين الأمريكيين صوتوا لبايدن كي يكون مرشحهم، والآن وفجأة هناك قرار من قبل الكثير من صفوة الحزب الذين
يهاجمون هذا المرشح بدون خطة واضحة بشأن ما العمل. لا يوجد اسم لمرشح بديل أو عملية يتفقون عليها، ولا يوجد تفسير لماذا يريدون إبعاد أو الحفاظ على 15 مليون من الناخبين. أنا أعرف أنه كان هناك فشل في المناظرة، ولماذا الناس قلقون، وأنا انتقدت مناظرة الرئيس ضد ترامب، ولكن ما نشاهده الآن هو ابتعاد عن الحقيقة كي يفوز أو نفوز في الخريف. لسوء الحظ أعتقد أننا سنصل إلى اللحظة هذه، حيث وكما قالت بيلوسي هذا قرار بايدن، القرار في يده، وحملة الضغط هذه سوف تضعفه ولكن لن تغير رأيه. ما سيغير رأيه هو إذا اختار هو نفسه أن يغادر. حاليا ما يجري يضر موقف الحزب الديمقراطي. سيد دارك، هل هنالك محيد عن التنحي جانبا من قبل الرئيس بايدن؟ سعيد بوجودي هنا. لا، إلا إذا أراد أن يفوز. أريد أن أوضح أن أحد أسباب كوني ديمقراطي، وبعكس ما نرى في الحزب الجمهوري، في الحزب الديمقراطي يجب أن نرحب بالانشقاق. أيضا في الانتخابات الأولية رغم أنه لم يواجه أي معارضة، لو كانت هناك مشاكل صحية واضحة لما قلنا أنه غير قادر على خوض الانتخابات. قبل أشهر الملايين انتخبوا له، ولكن عجزه سيغير الموقف. ما قاله جورج كلوني هو عبر عن نفسه بطريقة بليغة. الليلة لم تكن ليلة سيئة أو شيء بايدن يمكن أن يصححه برسالة أو استراتيجية. لا يوجد إنسان يستطيع أن يصارع الزمن. وكلوني قال شيء مهم، وهو أن بايدن الذي رأيناه في المناظرة هو نفسه الذي رآه على انفراد. لو كان هناك بديل وهو ترامب فإننا سنصوت لبايدن حتى على فراش الموت. يجب أن يدرك الجميع ذلك. المسألة تتعلق بشخص المنافس لبايدن وليس بشخص بايدن نفسه. سيد روبن، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا أعرف ما هي الفكرة، مع احترامي للزميل، ما هي الفكرة؟ لو بايدن لا بأس في صحته وهو رئيس فعال ويستضيف قمة ويعطي أو يلقي خطابات، ما هي الفكرة من وراء كل هذا؟ والانشقاق لا بأس به. الديمقراطيون يفترض أن يحاجج ويجادل، وهناك عملية حرة ومنصفة وتستكمل حاليا في الساعة 11 الآن، أي في آخر الحملة. وأنا أفهم لماذا بعض الناس متضايقون، لا أعرف ما الذي سيحققونه، ولكن ما يتم يقوض الثقة بالرئيس، و ما يقوله هذا للشعب الأمريكي هو أن الحزب الديمقراطي ليس حزب يستطيع أن يحكم. بايدن فاز في الانتخابات في 2020 لأنه جمع تحالفا قويا، ولكن في الأيام الأخيرة رأينا قادة التجمع، تجمع السود، تجمع اللاتين، كل هؤلاء يدعمون بايدن، ورأينا قائدا وراء قائد يفعلون نفس الشيء بشكل ما. هذا لا يكفي، وكأن قاعدة الحزب لا تهم. هل نحن نقول للشعب الأمريكي أن الناخبين لا يهمون وأن القادة، قادة القاعدة الحزبية لا تهم؟ هذه رسالة سيئة قبل الانتخابات في الخريف.
سيد دارك، ما الذي على بايدن وعلى مستشاري إثباته غدا؟ أعتقد أن إحدى الأشياء التي أود أن أضيفها وما قاله زميلي، هذا ليس بشيء قرر الناس أنه مشكلة. بكل صراحة بايدن يعرف حالته وقد صدمنا منها. لو هو خرج في اليوم التالي وفعل شيئا على الهواء مثل مؤتمر صحفي لساعد هذا، ولكن استراتيجيته لم تتغير. هو أظهر طاقة في الحملة ضد حزبه، والمؤتمر الصحفي غدا هذا سيكون نقطة حاسمة، لأنه سيتمكن من تغيير انطباع الناس الذي رأيناه، ولا أعتقد أنه يستطيع ذلك. وأضمن لك أن هذا المؤتمر الصحفي لن، إذا لم يخفف مخاوف أعضاء حزبه فسوف ينسحب. من المستحيل لبايدن أن يخوض الانتخابات في نوفمبر إذا كان أكثر من نصف حزبه حسب استطلاعات الرأي لا يعتقدون أنه يجب أن يستمر في الحملة. حملة بايدن، ونحن نرى استطلاعات الرأي وهو يخسر الولايات المتأرجحة، لو لديه معلومات فعليه أن يقدمها، لا يجب أن يقول سنستمر في عمل ما نفعله، خاصة أنه كان يخسر قبل المناظرة. وأنا أقول هذا كديمقراطي يريد هزيمة ترامب. ما رأيك سيد روبن، وخاصة أنه الآن الطلقة توصف بالنيران الصديقة؟ هذه الحملة المضادة أتت من حزبه، من تياره، ممن يفترض أنهم مسندوه تشريعيا. نعم، هذا مثال لما نسميه نبوءة تحقق ذاتها. الرئيس بايدن، وسنتحدث عن النتيجة السيئة، لو في اليوم الذي تلا المناظرة قرر الديمقراطيون أن المناظرة كانت سيئة ولكن سنهاجم ترامب، لرأينا نوع آخر من النتائج. الجمهوريون ما فعلوه بعد إدانة مرشحهم ب 34 جريمة، لقد احتشدوا حوله. أنا لا أفهم ما هو الهدف الانتخابي، أن تكون هناك شكاوى عاطفية أو نفسية بشأن تكتيكات بايدن واستراتيجيته وما كان ينبغي عليه عمله. هذا يتم التعامل معه وراء الأبواب الموصدة. أنا عملت على حملات ناجحة وحملات فاشلة، هذا ما يحدث علانية يضر الرئيس. لو لديك هواجس بشأن قدرته على الفوز اعرضها على الحملة، ولكن لا تهاجم المرشح بطريقة لا يستطيع التعافي منها. هذا هو المرشح، هذا هو الرئيس، ولسوء الحظ الديمقراطيين الآن قلقون نتيجة أداء مناظرة واحدة، وسيتحولون إلى شخص غير معروف يختاره الحزب وراء أبواب موصدة بطريقة غير ديمقراطية وضد إرادة الناخبين التي رأيناها في الانتخابات الأولية. هذا غير ديمقراطي، وهذا عكس الرسالة التي نريد إرسالها إلى الناخبين. هل أخذت هذه المناظرة أكثر من حقها، المناظرة الأولى سيد دارك، بحيث أدت إلى كل هذه التداعيات؟ أولا أود أن أقول أنني أتفق كلية أن طريقة استجابة الديمقراطيين ليست هي استجابة الجمهوريين. لهذا السبب أنا لست جمهوريا. المسألة لو كانت مناظرة واحدة سيئة لاتفقت، ولكن المسألة أيضا لا تتعلق بالتكتيكات. رأينا على شاشة التلفزيون مشكلة خطيرة جدا، ولسوء الحظ
ولأننا لم نستطع الوصول إلى الرئيس كما ينبغي لم نعرف عنها. المسألة ليست مناظرة واحدة. بايدن لديه سجل عظيم، ولكن أنت لا تخوض الانتخابات على أساس الماضي. هذا ليس اختلاف في السياسة، هذا ليس اختلاف في التكتيكات. نتعامل مع واحد لا يستطيع أن يقوم بمهام الرئاسة، وعليه أن يفعل ذلك. شاهد خطابه في الليلة الماضية، لقد ألقى خطابا في الليلة الماضية في حدث مهم. لا أعرف ما إذا كنت تشاهد أم لا تريد أن تعرف ما يحدث. الرئيس ألقى خطابا أمام قادة عالميين، وكان الخطاب فعالا وحظى باستقبال جيد. هذا الرجل دفع تشريعات وقام ببناء تحالفات عالمية، والقائمة تطول. أنا لا أفهم لماذا. دعني أسألك سيد روبن هنا، دعني أسألك هنا، هل تغلبت تقاليد الحزب الديمقراطي؟ أعرف أن رئيسا في سدة الحكم الآن إن ذهب تاليا إلى مسألة ترشيح نفسه فله الأولوية في ذلك على أي مرشح آخر، بحيث يمكن أن تأتي بأثر سلبي على الحزب الديمقراطي عكس ما اعتاده الأمريكيون. أنا مع اختيار المرشح لو تم من خلال صفوة الحزب، لو تم هذا فهذا سيؤثر على الحزب لفترة طويلة. أرقام الرئيس ليست كما ينبغي، وهناك من يقول أن أغلبية الديمقراطيين لا يريدونه. هذا غير صحيح. لو الشخص وهو رئيس الولايات المتحدة أخرج من هذه العملية بطريقة تأتي من صفوة الحزب، فالتأثير سيكون قاسيا. الانتخابات ستكون صعبة ولن تكسر الحزب. الخطورة على الحزب خطورة عالية إذا تم إخراج بايدن من السباق. هذا القرار هو قراره كما قالت نانسي بيلوسي. التخلص منه الآن من خلال عملية ستجعلنا غير قادرين على الفوز في أي انتخابات في المستقبل. سيد دارك، ما قدرة الديمقراطيين على تدارك الوقت في حال تنحى بايدن جانبا؟ في اختصار لو سمحت. أعتقد أن عليهم الاستمرار في الضغط، الناخبون والقادة وأناس ذوي نفوذ مثل جورج كلوني، ونأمل أن يتلقى بايدن الرسالة، وعليه أن يدرك أن سنه يجعلنا أقل ثقة. وإذا كان هذا التأثير علينا فماذا بشأن الناخبين والولايات المتأرجحة؟ لهذا يجب أن نستمر في الضغط على الرئيس بايدن. شكرا لكما كالفن دارك من واشنطن، ومن واشنطن أيضا جويل روبن. شكرا جزيلا لكما.